مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بحمل صدى مواطنون لخفض الأسعار. هذه الحلقة تناقش رسالة المطالب الخاصة بحمل الصدى، هذه الحملة المتواصلة والتي ينفذها ملتقى الحريات فلسطين بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك. من أجل مناقشة هذه الحملة ورسالة مطالبها، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة السيد حازم القواسمي، رئيس مجلس إدارة ملتقى الحريات فلسطين، أهلا وسهلا. والسيد محمد شاهين من جمعية حماية المستهلك في رام الله، أهلا وسهلا فيك. يعني سيد حازم، أبدأ معك النقاش حول حملة صدى مواطنون لخفض الأسعار. ملتقى الحريات فلسطين منذ بداية العام وهو ينفذ حملة لها علاقة بتخفيض أسعار السلع الأساسية. ما هي أهم يعني السلع التي تحاول هذه الحملة تخفيضها، ولماذا هذه السلع، وكيف يمكن للحملة أن تبقى متواصلة وأن تعطي نتائج قبل شهر رمضان الفضيل؟ تفضل. شكرا لك أخي أشرف. بداية يعني أنا بحب أقول أن ملتقى الحريات فلسطين رأى في هذا الموضوع أهمية بالغ الأهمية، أهمية قصوى للمواطن الفلسطيني البسيط والفقير قبل المواطن الغني والميسور، لأنه تتعلق بالحريات وبعيش المواطن الفلسطيني بحرية وكرامة. نعم. وضعنا الفلسطيني اقتصاديا، خلينا اليوم نركز اقتصاديا، للأسف يسوء عام بعد عام، بالرغم من تصريحات كثير من المسؤولين بأنه نحن يعني حكومة خدماتية يعني سنقوم بتعزيز صمود المواطن، لأنه إذا مش قادرين نحرر البلد على الأقل نعزز صمود المواطنين ويستطيعوا أن يعيشوا بكرامة وبأبسط الإمكانيات الممكنة. الأسعار الموجود اليوم واللي كل سنة عن سنة بتغلى، والراتب هو هو والدخل هو هو، بل حتى ينقص والبطالة تزيد. يعني احنا لما نيجي نقول 50% بطالة بين الخريجين الشباب، نص الخريجين الشباب قاعدين بتطلعوا في السماء، قاعد طول النهار شو بيسوي الواحد، يا بده يروح للإجرام والمخدرات والحشيش والقتل، وشايفين نسب يعني الجرائم تزداد في المجتمع وما فيش شغل قوي على معالجة هذا الموضوع، أو بده يقعد يعني على الأقل كافي شره خيره هذا الشاب. نعم. وإذا بدوش يسوي جريمة بس ما عندوش دخل، بده يزداد الفقر وده تزداد البطالة وتزداد الأفات الاجتماعية، وهذا بده يتفشش في أبوه، وهذا بده يتفشش يعني في مرته. يعني الحملة تأتي في إطار تعزيز صمود الناس يعني والتفافة حول القيادة في ظل هالظروف والتحديات اللي بنعيشها، هذا من جانب. حملة صدى هي رسالة خطر، دق ناقوس الخطر للمسؤولين، إنه يا عالم نحن رايحين لموقف حرج، قد تفلت الأمور من إيدينا بسبب الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، وهي أزمة خانقة تهدد بانفجار. نعم. يعني سيد محمد، يعني سأعود للسيد حازم حول بنود هذه العريضة. يعني صانع القرار وراسم السياسة الاقتصادية وكل الأجهزة في البلد ما عندهاش إدراك لطبيعة المخاطر، يعني نتيجة لوجود الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها مجتمعنا. ما فيش حدا هناك بحلل، يعني بكتب تقارير بشكل جدي عن هذا الواقع بما ينعكس بالضرورة على رسم السياسة الاقتصادية وتوجيه رسم السياسة يعني لتدارك الأزمة أو الانفجار. يعني كما قال أخي حازم، يعني يفترض أن الحكومة الفلسطينية في ظل المحددات السياسية والأمنية يفترض أن تعطي اهتمام أكبر لتسهيل حياة المواطنين وتعزيز صمودهم، وهذا يفترض أن يكون هدف أساسي لأي حكومة فلسطينية، سواء كانت هذه الحكومة أو الحكومات السابقة أو الحكومات اللاحقة. لكن حقيقة ما نشهد على أرض الواقع لا يتوافق مع هذا الأمر بأي حال من الأحوال. وأنا آسف، يعني لسنا سوداويين ولا ننظر إلى النصف الفارغ من الكأس، ولكن هنالك واقع. نعم. ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ارتفاع شامل، ارتفاع مضطرد، وصل إلى مرحلة الحال إلى مرحلة تهديد يعني العدالة الاجتماعية، تهديد أمن واستقرار المجتمع، تهديد حتى يعني مصدر رزق كثير من الأسر الفلسطينية وقدرتها على مسايرة واقع الحياة في كل مواقع الوطن الفلسطيني. ما يتم الاستناد له سواء أكان من مركز الإحصاء الفلسطيني، أنا حقيقة هذه الأرقام التي تصدر عن مركز الإحصاء الفلسطيني مع تقديرنا لهذه الأرقام ولهذا الجهد هي غير دقيقة. أنها حقيقة أرقام. أولا
يعني السلة الاستهلاكية التي يتم التعامل معها تشمل حوالي 950 سلعة، للأسف الشديد ما يتعلق بالواقع الفلسطيني وما هو يمكن أن يكون له علاقة بحياة المستهلك الفلسطيني لا يزيد عن 200 إلى 300 سلعة. إذن الأرقام التي ستصدر عن هذه الإحصاءات وعن هذه البيانات وعن هذا الإجراء ستكون أرقام غير دقيقة. مركز الإحصاء الفلسطيني هو جهة حكومية، وبالتالي يعني أنا أعتقد أن عليه محددات وعليه قيود، لأنه هذه الأرقام إذا ما صدرت أولا لها علاقة ببعض القضايا المتعلقة بالأسعار وغيرها، ولها علاقة بمعدل الدخل. يعني حينما نتحجج بقضية اقتصاد السوق والتجارة الحرة وغيرها من القضايا، حقيقة إذا لم يكن لدى يعني جهات الاختصاص في الحكومة الفلسطينية رغم كل المحددات القدرة على اتخاذ قرارات فاعلة تتعامل مع هذا الارتفاع وهذا التباين في الأسعار بين المحافظات وداخل المحافظة الدقيقة، وبالتالي في هناك نقاش اليوم إنه هاي الأرقام وهاي الإحصاءات بما إنها غير دقيقة أو بتعطي مؤشرات مش في المجال الصحيح أو في المكان الصحيح أو ضمن مؤشرات بتعطي على يعني نسب الفقر ونسب الارتفاع المتزايد في أسعار السلع وتحديدا السلع الأساسية، هذا بالضرورة سيؤدي إلى قرارات خاطئة من داخل السياسي. يعني نحن دوما طالبنا في ظل كما قلت في ظل هذا الارتفاع المضطرد والشامل، في ظل التباين في الأسعار وعدم القدرة على وضع ضوابط لهذا الإجراء الذي يدفع ثمنه فقط المستهلك الفلسطيني ويجني ثماره يعني بعض التجار الجشعين حقيقة، في ظل هذا الواقع نحن نادينا بضرورة تحديد سقف سعري وليس لائحة استرشادية. حتى اللائحة الاسترشادية أيضا لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، وأن تكون أمر يعني جزء من سياسة العمل اليومية وليست قضية ردات فعل وفي شهر رمضان أو غيره. هذا الأمر على سبيل المثال يستدعي أن يكون لدينا قاعدة بيانات محوسبي تدار بشكل سليم حول الأسعار للسلع والخدمات في الواقع الفلسطيني في البيئات المحيطة، حتى نستطيع من خلالها بشكل يومي كما يحدث في دولة مجاورة مثل المملكة الأردنية الهاشمية وهي دولة ذات سيادة كاملة تقوم وموقعة على اتفاقية التجارة الحرة، حينما يحدث هنالك تلاعب، حينما يحدث هنالك خلل في ارتفاع الأسعار على سبيل المثال الخضروات والفواكه قبل فترة، قامت بتحديد سقف سعري وإعلان الأسعار بشكل يومي. لماذا لا نقوم بذلك؟ وبحاجة لتدخلات جدية وعاجلة بالتأكيد. يعني سيد حازم، يعني العريضة أو رسالة المطالب اللي هي بنيت من خلال دراسة ساهمت فيها مجموعة من المؤسسات المهتمة بالشأن الاقتصادي ركزت على السلع الأساسية، ممكن نحط المواطن الفلسطيني والمشاهد في أهم هذه السلع وليش تم اختيارها؟ أهم هذه السلع يعني هي السلع التي تمس حياة كل مواطن، وابتداء من المواطن الفقير والبسيط والدخل المحدود. نحكي عن سلع زي البيض، زي الدجاج، زي اللحمة العجل، لحمة الخروف، السمك اللي الناس بتشتريه بشكل دائم، الرز، السكر، بالإضافة لبعض السلع الأخرى، ويعني أهمها كمان البنزين والديزل والغاز اللي هي واحد بيشغل سيارته يروح أي محل بده يدفع مبلغ طائل. نحن يجب أن نعالج الخلل من جذوره دون ترقيع. آن الأوان أن نعترف أنه اتفاق أوسلو بتداعياته الاقتصادية بما ورد في جميع البنود الاقتصادية في اتفاق باريس، بروتوكول باريس الاقتصادي كملحق لاتفاق أوسلو، كان صياغته بغض النظر عن يعني عن رأينا فيه إلا أنه كان لفترة معينة. انتهت هذه الفترة 5 سنين، استمرارنا في تطبيق اتفاق باريس الاقتصادي كجزء من اتفاق أوسلو هذا ما يعني سبب بتداعيات سلبية جدا على الاقتصاد الفلسطيني. نعم، لأنه بروتوكول باريس يعتمد النظام الجمركي الموحد بينه وبين إسرائيل، وبفترض أنه دخلنا زي دخل إسرائيل، مع أنه دخل إسرائيل 10 أضعاف الدخل الفلسطيني. حط لي 10 أضعاف الدخل الفلسطيني يعني ضعفه 10 مرات، وحط نفس السلعة نفس سعر البنزين في إسرائيل، حط لي نفس الرز، حط لي نفس باريس. يبدو أنه يعني إحنا كفلسطينيين مش مستفيدين تماما من بعض البنود اللي هي عمليا في منها علاقة في الكوتا، في منها علاقة يعني في استيراد البنزين ومواد الطاقة، كل منها علاقة بهذا الموضوع. إحنا كيف ممكن نفعل آليات جدية؟ وأعتقد أنه رسالة المطالب كمان متطرقة لهذا الموضوع في أحد المحطات، وكأنها بتحكي للحكومة انتبهوا لهذه القضايا اللي أنتوا يبدو مش منتبهين لإلها، وحاولتوا يبدو أنه في هناك معالجات وتدخلات وفي إطار توجيهات عمليا للحكومة الفلسطينية إنه في قضايا كتير أنتم مش رايحين باتجاهها. نعم، وإمكان استغلالها، وهذا يعني ما له علاقة بتطبيق بنود الاتفاق. أنا قلت مرارا وتكرارا وفي لقاءات على هذه الفضائية وعلى غيرها، أي تعديل اليوم في اتفاق باريس
سيمدد من عمر هذا الاتفاق وسيشل الاقتصاد الفلسطيني أكثر فأكثر. نعم. اليوم نحن مقتل نقطة المقتل في اتفاق باريس أنه السلطات الإسرائيلية تتحكم في المعابر التجارية، وبما أنها تتحكم في المعابر التجارية بالتالي رح تسمح وتمنع بناء على ما يضر الاقتصاد الإسرائيلي. يعني إذا بدي أجيب جبنة والجبنة بتضر في الاقتصاد الإسرائيلي بتجيب لي شيء هذا إسرائيل. اليوم كل الاتفاقيات بحاجة لمراجعة الفلسطينية الدولية، واللي أنا كنت في فترة يعني مطلع على كل تفاصيلها. نعم. بحاجة لمراجعة اتفاقيات الدولية، من اتفاقيات شارع حرة إلى آخره، لأنه اليوم بدنا نشوف شغلة واحدة. بديش أنا أروح أوقع اتفاقيات وبعدين أشوف شو صداها، بدي أنا أجي أقول بدي هذه الأسعار تكون موجودة في السوق. شو الاتفاقيات اللي بدي أوقعها عشان أنا أحصل على سعر لتر البنزين بثلاث شيكل؟ هيك نعم. أسوي. بس احنا موقعين على جمله من الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات صحيح. الدوليه اللي لازم احنا نستفيد منها، يعني استفادتنا من كافه هذه الاتفاقيات قليله جدا وتكاد تكون محدوده، ومش المشكله في الاتفاقيات وتوقيعها واستفادتنا محدوده، لا مش عم نتعلم دروس. نحن من 20 سنه وقعنا اتفاقيات على مدار، يعني اتفاقيه الاتشراك الاوروبيه الفلسطينيه عام 97، وبعدها الاتفاقيه الكنديه الاتشار الحره مع فلسطين، اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، اتفاقية التفضيل التجارة التفضيلية مع الدول العربية، الأردن ومصر والسعودية، الاتحاد الأوروبي، كل هذه الاتفاقيات نعم. أصبحت إلا قليل حبر على ورق ما بنستفيد منها. ليش؟ لأنه الدافع وما يدفعنا فيها كان مش نحن الأسعار اللي بدها تصير عندنا في السوق، مش نحن قديش كميات الصادرات الفلسطينية اللي بدها تزيد. ويعني غلطنا مش مشكلة، بس المشكلة الأكبر هي مشكلة، والمشكلة الأكبر إنه بدنا نتعلم. أنا بدي اليوم السلع الأساسية تحديداً، السلع اللكجري والرفاهيات هي أولوية استهلاكية، مش مشكلة. نعم. والكحول مش مشكلة، بسعر مخفض وبشكل واضح، وفي هناك آليات دعم وإسناد لكل هذه السلع بآليات مختلفة، حتى مالناش علاقة. المواطن البسيط يستطيع أن يعيش بدون ما ينذل، بدون ما يحتاج لأنه يشحد، بدون ما يحتاج لأنه يصرخ، بدون ما يحتاج لأنه يقتل. يعني يبدو أن الحملة برسالة لها علاقة بكرامة الناس وتعزيز صمودهم، ولكن في هناك طرح أنا بتقديري أنه بحاجة إلى نقاش. الحملة حدثت بشكل واضح اللي هي سياسة الخيارات والبدائل، من خلال يعني المطالب بتخفيض نسب السلع المعنية بها الحملة بنسبة 30% مقابل أن يتم تعويض ذلك من خلال رفع سعر يعني سلع كمالية. هل هذا الطرح منطقي أستاذ محمد؟ وهل نحن فعلا قادرين على إقناع الحكومة؟ لأنه في هناك من قال أنه هذه الفكرة بتضرب منظومة الاقتصاد، بعرفش أنا يعني نشوف منطقية هذا الطرح بالتحديد، لأنه أعتقد خيار منطقي ومتاح وبإمكان عمله بكل سهولة، بس ليش في هناك من يحاول أن يقول بأنه بضرب منظومة الاقتصاد؟ يعني هذا السؤال اللي نحاول نجاوب عنه بهالحلقة. أنا كثير معتم في دوما يعني دوما أنا أقولها وأعيدها، لأنه حقيقة أعتقد أنها يعني ليست وجهة نظر. هذه إذا ما توفرت الإرادة أولا والإدارة المنهجية العلمية ثانيا، دوما سنصل إلى حلول وتعامل يعني فاعل مع المشكلات، سيكون النتائج يعني بدرجة ما، ولكن لن نعود للوراء. نحن ما يحصل في الواقع الفلسطيني أنا سأجيبك، نعود للوراء. إذن لا الإدارة موجود، لا الإرادة موجودة ولا الإدارة، وأنا آسف هذا الواقع. أنا لست أتهم أحدا، هذه هي النتائج. نحن نعود للوراء، ارتفاع فاحش، يعني تغول في السوق الفلسطيني، بضائع فاسدة إلى آخره، يعني واقع لا ليس بحاجة. قبل أيام ورأيت سواء في الضفة ولا في غزة، يعني اللحوم ويعني مواد استهلاكية لها علاقة بالأطفال، لها علاقة حتى في شهر رمضان الفضيل، يعني تمور وغيره. حقيقة هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا نعود للوراء، رغم ما يبذل من جهود، إلا أن هذه الجهود واضح أنها لا تتجه أو لا تضعنا على الطريق بالاتجاه الصحيح. إذن الخيارات عديدة، وهنالك تجارب عالمية. على سبيل المثال في ظل هذا الواقع، كما قلت، بعض الدول تلجأ إلى عملية تحديد الأسعار أو سقف سعري، أو يعني على الأقل لائحة استرشادية يتم متابعتها من خلال الرقابة ومن خلال المتابعة، وهذا حتى في قانون حماية المستهلك الفلسطيني موجود، وحق للجهات الاختصاص أن تمارسه. أمر آخر، يعني بعض الدول تقوم إضافة لذلك، يعني هذا تقوم بإنشاء أسواق استهلاكية، الحكومة تقوم بذلك، سوق الاستثمار الفلسطيني. وهذا تناولت رسالة ليس دور المطالب. سوق الاستثمار الفلسطيني تناولت رسالة المطالب، وكمان فيها دعوة للهيئات المحلية في بناء بشكل مباشر. في بناء وحدات سكنية لدينا في محافظة رام الله والبيرة على سبيل المثال، حسب معلوماتي ومن خلال الجهات الاختصاص، أكثر من 5000 شقة فارغة.
هل دور صندوق الاستثمار الفلسطيني أن يقوم بإنشاء شقق وهو ينافس السوق لا يبيعها بأسعار رخيصة؟ مع تقديرنا لهذا الجهد، يعني لماذا لا يقوم صندوق الاستثمار الفلسطيني بإنشاء يعني أسواق استهلاكية؟ أنا أعتقد أنها ستدر دخل لصندوق الاستثمار أولا، وثانيا ستشغل أيادي عاملة، وثالثا يمكن من خلالها توفير سلع بأسعار يعني فيها هامش ربح معقول للمستهلك الفلسطيني، وتسهم في أن تكون الأسعار ليس هنالك تباين فيها بين المحافظات. يعني أنا بتفق معك في هذه الجزئية، وكمان هناك هيئات محلية البلديات المجالس تتحمل مسؤولية في هذا الموضوع، وفي يعني يجب أن يكون في هناك دعوة مباشرة لإلها أن تنظم أسواق دعم يعني يعني لتحدد بشكل واضح يعني أماكن للبيع بين التاجر وبين المنتج وبين المزارع والمستهلك. ولكن منطقية الطرح أنا سأكمل يعني حتى لماذا يعني من خلال هذه الحملة التي حقيقة شاركت فيها جمعيات حماية المستهلك، ونحن نشكر يعني حقيقة هذه الجهود التي بادرت بها يعني بادرتم بها في ملتقى الحريات، لأنه حقيقة هذا الأمر وصل إلى حد لا يمكن أن يتم الإنجاز فيه إلا إذا أصبح جهد جماعي، إلا إذا أصبح جهد على مستوى كل قطاعات الشعب الفلسطيني. من هنا جاء يعني دور جمعية حماية المستهلك وانخراطها في هذا الجهد ضمن يعني استكمالا لجهود سابقة حقيقة لم تكلل معظمها بالنجاح، لأنه نحن بحاجة إلى ضغط وتأثير على متخذي القرار. بعض الدول ومنها يعني قمة الرأسمالية الولايات المتحدة الأمريكية ويعني المنظرة الأولى لاقتصاد السوق والتجارة الحرة تقوم بدعم بعض السلع الأساسية الخاصة بالأطفال، الخاصة بالمرأة، تقوم بتوزيع كوبونات للفقراء وغيره والأسر المحتاجة. كل دول العالم تقوم بإجراءات، لكن أن تقول ليس معي هذا يعني حقيقة عذر أقبح من ذنب، ولا يجوز لأي شخص في موقع المسؤولية أن يقول لا أستطيع لا يمكن لا يمكن. إذا كان هذا هو الحال فلتذهب إلى بيتك وتروح وتستريح حقيقة، من كان هذا الشخص. الآن نحن من خلال الحملة حتى نضع قدمنا على الطريق طرحنا طرحا يتحمل مسؤوليته نوع من التكافل الاجتماعي بين الأسر الفلسطينية، نوع من خلق حالة من العدالة الاجتماعية بمبادرة من المستهلك الفلسطيني ذاته وليس من التاجر ولا من الحكومة الفلسطينية، إن هنالك بعض السلع الأساسية وهنالك بعض الكماليات التي لا تحتاجها الأسر، دعني أقول دون متوسطة الدخل، الأسر الفقيرة التي حقيقة كل الأسر تعاني من ارتفاع الأسعار حتى مرتفعي الدخل، لم يبقى لدينا طبقة متوسطة، كل من فيها يضطر للهبوط إلى الطبقة الفقيرة تقريبا بعد هذا الارتفاع الهائل في الأسعار مع عدم وجود موازي له يعني تغيير في معدلات الدخل. طرحنا أن يتم يعني نوع من التكافل الاجتماعي بحيث يتم تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت فلسطيني، وهذه ستشمل كل الأسر بكافة أنواعها، أسر غنية فقيرة متوسطة بنسبة 30%. نعم. وهذه النسبة تضاف على يعني أنا لا أريد أنا يعني فليقوم رجال الاختصاص، فلتقوم وزارة الاقتصاد الوطني بإجراء دراسات على هذه الطروحات بشكل جدي وتشكل لجان من قبل الحكومة، فليقوم رئيس الوزراء الذي يتحرك في كل يوم من مكان إلى مكان دون أن نرى أثرا لحركته أو لأدائه، دون أن نرى أي أثر حقيقة منذ استلام الحكومة الحالية لم نرى أي أثر لهذه الحكومة على الأرض. نعم. لتقوم هذه الحكومة بإجراء دراسات، لأن هذا موضوع يمس أمن مجتمعي، يمس استقرار المجتمع الفلسطيني، يمس استحقاقات هذا المجتمع، لماذا لا تجرى دراسات ونرى إذا كان هذا يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني نلجأ إلى طريق أخرى. أنا أعتقد أنه من الممكن أن نقوم بذلك بحيث نحمل هذه الفروقات لبعض السلع الكمالية التي لا تحتاجها الأسر الفقيرة، وبالتالي يحدث نوع من التكافل الاجتماعي الذي نحن حقيقة أحوج ما نكون له في كل المجتمعات في العالم وفي المجتمعات العربية بشكل خاص. وقد يكون هذا الإجراء له فوائد أخرى، على سبيل المثال أدوار يعني إضافية تغيير من كل التربية الأطراف والثقافة الفردية التي أصبحت تغزو المجتمع الفلسطيني. يعني سيد حازم، الكثير من القضايا التي طرح يعني دكتور محمد فيما له علاقة بمنطقية الطرح وعظمة الطرح وضرورة أن تقوم الحكومة بعمل دراسات جدية وحقيقية وأن تأخذ هذا الطرح على محمل الجد. على فكرة في الكثير من دول العالم حتى في أوروبا يتم تطبيق موضوع يعني البدائل والخيارات والتعويض بالنسب. نعم. يعني السؤال يعني اللي بدي أسأله هون إنه موضوع التكافل الاجتماعي، ألا نجد دور جدي من القطاع الخاص في هذه الحملة؟
أو في مساعدة الحكومة، لأنه إذا غرق المركب بغرق في الجميع. نعم. وإذا استمرينا يجب أن يقدم الجميع تنازلات هنا وهناك، وأن يضحي بهامش ربح هنا وهناك، لكي نستطيع أن نصمد وأن نستمر يعني في هذا البلد، وأن نعيش حياة حرة وكريمة، وهذه رسالة الحملة الأساسية. نعم، يعني قبل ما أرجع للقطاع الخاص بس بكلمتين، أنا حكيت عن السياسات وأنا بوافق يعني زميلي وأخي الدكتور محمد، ويعني كمان دورهم في جمعية حماية المستهلك ما شاء الله ريادي وقياديين في هذا الموضوع، هذا واجبنا، ودائما يعني يطلعونا وبنورونا بأحداث ما يتعرض له السوق الفلسطيني بأدق التفاصيل لأن هم في الميدان. عفوا، هلا نقطة استكمالا للحديث، وأنا يا ريت لو معنا حدا من الحكومة اللي نقدر ناخذ نعطي معه. اليوم الحكومة بتسرح وبتمرح، ما حدا بيحكي لها وين. مجلس التشريع معطل من أكثر من عام 2007، ويعني 7 سنين ما حدا بقول لأي حكومة، للحكومات المتعاقبة وين يا عم أنتوا رايحين؟ البلد عم تتدهور اقتصاديا، وزير بسافر وزير بيجي، واتفاقية بتقعد واتفاقية ورا اتفاقية، والمواطن وضعه بتدهور. وقفونا اتفاقيات، عم إذا الاتفاقيات اللي عم بتصير المواطن مش عم بشوف منها. أنا ما بدي صور ولا بدي سفر ولا، أنا بدي أشوف المواطن بقل السعر عليه في سلعه الأساسية. أنا بدي أشوف تعزيز، وفيش حدا يعني طب شو سويت أنت السنة الماضية يا وزير إكس؟ بدناش نحن نحكي عن أي وزارة بالتحديد عشان بلاش الله كلمة تسلط على هاي الوزارة ولا أنت شو سويت يا وزير في السنة الماضية؟ أعطينا نتائج ملموسة، مش سافرت وقابلت ووقعت واتفقي بالآخر، مش عارفين ماذا ينتج للمواطن الفلسطيني. أنا كمواطن كل هالشغلات هاي تعبان منها، وتعبان يعني من يعني الأداء. التشريع معطل في اللحظة اللي استلم فيها رئيس الوزراء يعني الوزارة. يا سيدي كل احترام، بشكل واضح، بشكل واضح قال انه الحكومة يعني ستباشر بعمل اجراءات عاجلة للتخفيف عن كهل المواطن. يعني مش شايفين. يعني كان هذا رسالة الحكومة. اي مواطن؟ عن اي مواطن؟ المواطن الفلسطيني. نحن مش شايفين هالاجراءات. نحن نتمنى على هذه الحكومة كما تمنينا على كل الحكومات السابقة، ولن يؤخذ لا في توصياتنا ولا ب يعني كل المقترحات اللي نحن كتبناها وبحثنا وقدمنا، سواء في جمعية حماية المستهلك أو في ملتقى الحريات أو في يعني إذا بتسوي بحوث، ما بدنا بحوث تنحط على الرف. بالنهاية كمان مرة نحن قلنا لغياب التشريع للأسف، ونأمل يعني بعد المصالحة إن شاء الله تستمر ويتفعل التشريع كما تم وعدنا، إنه يجي يقول حدا يحكي لوزير الاقتصاد، حدا يحكي لوزير الزراعة، حدا يحكي لوزير التخطيط الأخير، إنه يا عمي نحن بدنا نتائج، بدنا نحاسب بالنتائج. شو أنجزتوا؟ سعر اللتر أنا لما استلمت كوزير اقتصاد كان 7 شيكل، اليوم أنا بجيب لكم إياه من السعودية ب3 شيكل. إذا 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 هذا الشخص بقدر يجيب لنا إياه زي ما أنا لما رحت على غزة قبل عدة أشهر كان بنزين بسعر 3 شيكل، يا مدام أنا بقدر أجيبه في غزة ب3 شيكل، بدي أحاول جهدي، يمكن ما أقدرش، بس خلينا نشوف وين الشغل اللي عم بتم عشان تجيب سعر البنزين ب3 شيكل. يعني لو ما قدرت حطونا في صورة الوضع، بس حاول جهدك، يعني قول لنا وين شو بتساوي شو بتقدموا. نحن بدنا حدا يجيب لنا جرة الغاز، يعني جرة الغاز ب10 شيكل في 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 مصر. طب نحن يعني اخواننا المصريين ليل نهار نتغنى انه العلاقة المصرية الأخوية الفلسطينية وخير، وعلاقة الرئيس أبو مازن مع القيادة المصرية على أروع ما يكون. يعني اعطونا بدل ما تعطوا غاز الغاز مدعوم لإسرائيل، اعطوه للفلسطينيين، ولازم يعطوه يعني مدعوم مضاعف. نعم. يعني في سلع أساسية، نحن الغاز أصبح هو مش بس للطبخ، أصبح للتدفئة وأصبح لكل شيء، في كل مدخلات الإنتاج. البنزين اليوم لا عندنا قطارات ولا عندنا طيارات ولا عندنا مطارات، معظم تحركنا في السيارات ديزل وبنزين، نفس الأسعار اللي في إسرائيل كما قلنا. الدخل، أنا عايش بالقدس، يعني الرجل اللي بيشتغل في البلدية بيجمع النفايات كل الاحترام له بياخذ 11,300 شيكل، يعني معاش وزير في السلطة، وهون المسكين اللي مقابله في الضفة عم بياخذ 1,200 و1,400، بوصلش 2,000 شيكل. يعني ومش معقول يدفع نفس مقابل لا مش نفس أقل، مش معقول يدفع نفس الأسعار اللي بيدفعها المواطن في إسرائيل. هاي نقطة. النقطة الثانية، المصيبة الكبرى إنه في أسعار أغلى من إسرائيل، ونحن في نفس الوحدة الجمركية ومش لاقي أي سبب ولا حدا باحث، وين المسؤولين يبحثوا إنه السيارات أغلى من إسرائيل؟ مش معقول. وعدد من السلع عندنا من هون أغلى من إسرائيل، الأدوية على سبيل المثال، كثير من السلع الأساسية. هذا الحكي صراحة فضيحة، يعني فضيحة إنه يستمر.
وليل نهار نحكي بالإعلام، طب اسمعونا يا مسؤولين، طب اقعدوا معنا يا مسؤولين. لا يعقل أن تستمر هذه المهزلة في قضايا الغلاء الفاحش في كثير من السلع، وفي بعض السلع أن تكون أغلى من إسرائيل. الاتصالات سلعة أخرى، إحنا اليوم تدفع 200 شيكل في إسرائيل تأخذ ثلاث خطوط مع خط بيت مع إنترنت 15 جيجا. اليوم 200 شيكل هذا كل الباكج، اليوم تدفع آلاف فاتورة البيت وفاتورة الموبايل وفاتورة الموبايل لمرتك وموبايلات لابنك، بتوصل لك 3000 4000 شيكل اللي هو 200 شيكل بتدفعهم في القدس. نحن أغلى من إسرائيل، ندفع آلاف الشيكلات على كم من مكالمة، بينما ب 100 و200 شيكل في إسرائيل. هذه مهزلة، هذه مهزلة. هلا نحن بنمسك كل اليوم على شركة الاتصالات، ولكن هناك سياسة يجب تغييرها. يجب على يعني عودة بس للقطاع الخاص، لسؤالك القطاع الخاص، يجب على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته. أحيانا يجب على القطاع الخاص أن لا ينتظر القطاع العام، إذا القطاع العام بيروقراطي وبده قصة طويلة عبين ما غير السياسات أو مش قادر بسبب الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية عن معبر خليل، بيستناش طول الوقت على القطاع الخاص، لازم يقدم مبادرات جدية في هذا، أن يقدم مبادرات تنعكس على الأسعار على المواطن في الاتصالات وفي المواصلات وفي البنزين وفي السولر وفي السلع الأساسية في البيض والدجاج. هلا احنا في القطاع الخاص دائما ما بنلوم، يعني القطاع الخاص في عندك معظم اليوم الاقتصاد الفلسطيني معظمه فوق 90% منشآت صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا. نعم، ما بتلوم اللي عنده دكان مش لاقي ياكل ومش مطلع لقمته، انت بتيجي بتطلع على الناس اللي ارباحها يعني ضخمة جدا في وقت الناس مش لاقي تاكل، ونقول لهم يا عمي ان شاء الله بتزيد ارباحكم بس بدناش على حساب المواطن غلبان. ما بدنا هذه الفجوه تزيد بين الفقير والغني جدا جدا. اشعروا مع المواطن، راعوا شوي بالاسعار، واذا ما راعوا ترجع المسؤوليه كمان مره للي انا بنتخبه في المجلس التشريعي، للي انا بنتخبه كرئيس، للي يعين كوزير مسؤول وبدي احاسبه. على الحكومه ان تتخذ الاجراءات، يكفي ان تتخذ الاجراءات التي تكفل للمواطن الفلسطيني ان يعيش بحريه وباحترام بكرامه، وان يستطيع ان يصمد في ظل هذه الهجمه الشرسه على كل مواطن فلسطيني في الضفه الغربيه وقطاع غزه. احنا بنضم صوتنا لصوتك يعني استاذ حازم، يعني فعلا يعني ما يحدث مهزله بالمقارنه مع اسعار فلسطين واسعار يعني اسرائيل. ساقول لك بعض المعطيات الان. نعم. يعني اريد ان نكمل فيما له علاقه بدور القطاع الخاص من طرفك، ولكن طب وين المشكله؟ بدهم مش يسمعونا، مش عارفين، يعني وين المشكلة؟ يعني عن جد سؤال في غاية الأهمية. يعني إذا البلد خربت، يعني أول حدا بتهدد الحكومة والنظام السياسي، إذا الناس فكرت ويعني وجاعت في الشوارع، وبالتالي إحنا قاعدين بنشوف الأزمات ونشوف الاحتقان في الشارع الفلسطيني، بنشوف ردات الفعل، بنشوف الإشكاليات المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني، فيش صانع قرار؟ عن جد إن السؤال يعني إشي بحير، وكأنه بدك تعمل يعني شب شايب مشان تجاوب، إنه هل هم عاجزين فعلاً؟ وهذا العجز يعني بيخليهم غير قادرين حتى على انهم يطلعوا يحكوا للناس ويصرحوهم انه احنا كراسمي لهالسياسه الاقتصاديه ما بنقدر نعمل إشي، واحنا عباره عن يعني ديكورات موجوده، اسماءنا وزراء، ولكن في حقيقه الامر نحن لا نستطيع التاثير، ام في حقيقه الامر في هناك عوامل ومؤثرات وأصحاب مصالح؟ بتعرف المجتمع بيحكي عن احتكارات وعن 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 كثير شغلات مش نحكيها هون، ولكن في حقيقه الامر المجتمع محتقن، في هناك أزمات ثقة، يعني دعني في هناك نظرة سلبية للحكومة والقطاع الخاص. لا أنا هذه سؤال أسئلة حول أنا دعني أؤكد حديثك بالمعطيات التي لامسناها كجمعية حماية المستهلك من خلال قضيتين أساسيتين. نعم. طرحت الآن خلال الحديث. القضية الأولى تتعلق بموضوع الاتصالات. نحن في المؤتمر الأخير الذي يعني عقدناه بحضور كل جهات الاختصاص حول حق المستهلك في الاتصالات، يعني اضطررنا أن نقدم يعني ورقة أعدت بطريقة منهجية وواضحة استنادا لمعلومات من خلال الإنترنت والمصادر التي توافرت من خلال حوالي 50 بلد في العالم، من ضمنها فلسطين وإسرائيل والأردن ودول الخليج العربي ومصر. وجدنا أن أغلى أسعار اتصالات في العالم في دولتين، في الإمارات وفي فلسطين، شركة دول إماراتية وشركات بدون مسميات، شركات اتصالات فلسطينية، وشركات الاتصالات الفلسطينية ضعف شركة دول الإماراتية، ثلاث أضعاف سيلكوم، أربع أضعاف زين إلى آخره. هذا رقم مخيف، وطرح هذا الأمر أمام يعني مختصين ومسؤولين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هل أحد تابع ذلك؟ أين هذه الوزارة؟ أين دور هذه الوزارة؟
لماذا لم تقوم هذه الوزارة حتى الآن منذ العام الماضي؟ استجلبت خبير وقالت أنه سيقوم بعملية يعني تحديد للأسعار وخرج الوزير علينا وقال في شهر 1/2014 سوف تبدأ الأسعار. صحيح. أين ذهب واحد وذهب اثنين وذهب ثلاث والأسعار في ارتفاع. اثنين، قضية الأدوية من خلال شكوى وردت لجمعية حماية المستهلك، شكوى من شخص واحد يعني نشكره ونتمنى أن يبادر الجميع مثله، لأنه دور المستهلك أيضا مهم في هذا الجانب. مستهلك لديه مرض مزمن يشتري أصناف أدوية بشكل دوري تستهلك أكثر من 40% من دخله، هذه الأدوية لأمراض مزمنة. في أحد الأيام يعني جاءه قريب من منطقة القدس فطلب منه أن يشتري دواء غير متوافر في الصيدليات هنا وهو يشتريه دوما، تبين أن هذا الدواء في داخل الأسواق الإسرائيلية أقل حوالي 70 شيكل عما هو عما يباع في الضفة في أسواق. نعم. قدم لنا هذه الشكوى، تابعنا الشكوى مع الجهات الاختصاص ونزلنا جولة ميدانية السوق استطعنا من خلال هذا الأمر أن نكتشف أن هنالك 104 صنف دواء في السوق الفلسطيني من الأدوية المستوردة أسعارها ترتفع عن السوق الإسرائيلي ما بين 20 إلى 70 شيكل. عقدنا ورش في إحدى الجامعات في كليات المختصة ودعونا كل الجهات، لم يحضر إلا اتحاد المصنعين. ماذا كان الأمر؟ انظر، الأمر أن هنالك لجنة تسعيري مكونة من وزارة الصحة، من اتحاد الموردين، من اتحاد الصناعات الدوائية، من نقابة الصيادلة، والمستهلك ليس موجودا فيها، ليس للمستهلك صاحب الشأن تمثيل فيها. هذه اللجنة هنالك بند في التسعير يقول في لجنة التسعير يجب أن يكون الدواء في فلسطين الدواء المستورد سعره لا يزيد عن أي من الأسعار. طبعا هم ينسحب على هذه اللجنة، ينسحب على كل اللجان. نعم. في البلد كل اللجان. انظر هذا أمر. قامت هذه اللجنة التي باستثناء وزارة الصحة باستثناء من فيها، وأنا هنا يعني غمز ولمز، الباقي مستفيد باستثناء وزارة الصحة، باستثناء وزارة الصحة إذا كان كلامي صحيحا. نعم. واضح؟ كيف جهات مستفيدة تقوم بتعطيل بند يدفع ثمن المستهلك الفلسطيني لمدة 6 شهور، وتدفع ثمن شركات التأمين على فكرة أيضا لمدة 6 شهور، يرفع أسعار الأدوية المستوردة من 20 إلى 70 شيكل في العبوة الواحدة، نفس الدوز، نفس المصدر، نفس العلبة. من حاسب هؤلاء؟ من سيعيد أو يعوض هؤلاء المواطنين؟ من سيعوض شركات التأمين أو غيرها؟ من سمح لهم باتخاذ هذا القرار؟ أليس هذا فسادا يستحق تحويل كل من شارك في هذا القرار طبعاً إلى هيئة مكافحة الفساد؟ طبعاً. نعم نعم. هذا أمر يدعو حقيقة إلى الوقوف وقفة مسؤولة. وأنا هنا حقيقة عبر هذه الإذاعة أتوجه إلى سيادة الرئيس شخصيا أن يشكل لجنة خارج إطار الحكومة، أو إذا كان فيها تمثيل من الحكومة فليكن تمثيل من كل جهات الاختصاص، من القطاع الخاص ومن جمعيات حماية المستهلك ومن رجال المجتمع، لتقوم بدراسة حقيقية لواقع الأسعار والخدمات للسلع والخدمات في فلسطين ومقارنتها بالأسعار المحيطة، ووضع تصور أمام جهات الاختصاص أو أمام مكتب رئيس شخصي. سيجدون في ذلك حقيقة، سيجدون في ذلك أرقام مذهلة، وأنا مسؤول عن كلامي. يعني إحنا بحاجة إلى تشريعات وإلى قرارات خطيرة منه علاقة بهذه السلع يعني وهذه الحملة، من أجل هذا ليكون فاتحة أولا لإعادة تطوير للتشريعات، أولا تفعيل عملية الرقابة، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى يتابع ويكون مسؤولا، تخفيف الأعباء عن المستهلك الفلسطيني. سيكون لذلك إذا ما أعدت هذه الدراسة أو إذا ما شكلت هذه اللجنة وقامت بدراسة يعني منهجية وعلمية وميدانية للواقع الفلسطيني، أعتقد أنها ستستطيع أن تضع كثير من المقترحات التي ستنعكس بشكل إيجابي على المستهلك الفلسطيني، وأعتقد أنها ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني أيضا وليس فقط على المستهلك. يعني سيد حازم بس بقضية في غاية الأهمية، بس بقول اللجنة إنه هذه اللجنة يعني إحنا في منطقة الحريات رفعنا توصية كما يتم في كل بلدان العالم. اللجنة هاي في معظم دول العالم اسمها المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن طلبنا من سيادة الرئيس تشكيل هذا المجلس، لأنه بتعرف نحن قلنا كل ما بزيد الفقر والبطالة بنعكس على يعني الجرائم والآفات الاجتماعية، بالتالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطات في بعض، وهذا المجلس في معظم دول العالم مجلس يعني مرتبط في الرئاسة أو في رئاسة الوزراء. طلبنا تشكيل هذا المجلس منذ عدة سنوات مظبوط، يعني أواخر عام 2012 وحتى المؤتمر في بداية الوطني. هذه الحملة في محل الصدى حكينا، ودائما يعني نرفع بصوت عالي أنه بدنا مجلس. المجلس هذا أول شغل بيحطها يراجع الوضع الموجود، يضع سياسات يعني ممكن تنفيذها،
وبما تفضلت فيه ينزل موضوع بس لازم يبلش في موضوع السياسات، موضوع اتفاقيات، موضوع القوانين، لانه هذه بتشقلب كل الوضع كله وبتغير جذري. ما اي ترقيع صغير هون هناك ماشي حاله، ممكن ساعد شوي بس راح ترجع الامور أسوأ. فبالتالي يعني انا بتفق معك استاذ حازم، يعني بنناشد سياده الرئيس، انا بضم صوتي انه احنا بجزء الحمله هاي بنحكي انه بدنا قرارات وسياسات عاجله وتدخلات عاجله، ولكن ما لم يتم وضعها في اطار قوانين ولحين انعقاد المجلس التشريعي ويعني ووجوده بشكل فاعل. يمكن سياسات، يعني السياسات ما بدها يعني مجلس تشريعي لا يصدق عليها زي القوانين. احنا يعني بضم صوتي انا كرئيس لملتقى الحريات، بضم صوتي مع يعني اخ محمد دكتور محمد في جمعيه حمايه المستهلك، هذه مناشده من هذه هاتين المؤسستين المحترمتين في البلد اللي معروفه في يعني بوضعها ومعالجتها الامور بحكمه وعقلانيه، أن يتم إنشاء يعني سواء لسيادة الرئيس أو للدكتور محمد مصطفى يساعد في الموضوع هذا بصفته أيضا مستشار لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنه لكل المسؤولين في البلد عن الشأن الاقتصادي والاجتماعي أن يتم تشكيل مجلس تنمية اقتصادية اجتماعية بشكل عاجل حتى يتم تدارك الوضع، لأنه يتدهور. وقلنا أنه يعني كان في إنذارات قبل في عدة دول عربية، أحد الشرارات التي يعني انطلقت كان منبعها الوضع الاقتصادي الصعب، لأن الناس بدها تأكل بدها تعيش، وأول كلمة في الشعارات الثورية كانت عيش حرية عدالة اجتماعية. نعم. نحن الموضوع العيش اللي هو لقمة العيش، نحن اليوم لقمة العيش صعبة، والحريات ما نحن في منطقة الحياة ليه نهار دوشين الحكومة، والعدالة الاجتماعية اللي كمان أخوي محمد يعني سلط الضوء عليها، الفجوة تزيد بين الفقير والغني، والعدالة الاجتماعية عم تضرب في صميمها. هذا نذير خطر، هذه راية حمراء، نرفع صوتنا بكل السبل الممكنة الحضارية والمنطقية والعقلانية والعلمية، مستعدين نحن أن نشارك ونعطي الدراسات المطلوبة منا ليل نهار بشكل طوعي كامل مع وزير الاقتصاد، مع رئيس الوزراء، ومع سيادة الرئيس بكل الطرق الممكنة اللي بشوفها مناسبة. يعني الحملة فعلا استطاعت أن تبني عدة شراكات من خلال أعضاء المجلس التشريعي، مؤسسات المجتمع المدني، الخبراء الاقتصاديين، جمعيات حماية المستهلك، إضافة إلى وزارة الاقتصاد الوطني. وهم مشكورين على هذا كل هذا الجهد طبعا، وهم مشكورين، وكان في هناك مجهود جدي بذل خلال الست شهور الماضية. ولكن السؤال يعني اللي بده ياكل مواطن، هل تستطيع حملة صدى أن تحقق نتائج في القريب العاجل؟ وما هو المطلوب من كل الأطراف لإنجاح هذه الحملة؟ لأنه الحملة مش لملتقى الحريات ولا إلنا لحن ولا إحنا نحقق فيها نجاح، ولكن فعلا ما هي يعني الرسالة لكل الأطراف بما في الحكومة والمواطنين والمؤسسات ولملتقى الحريات، ولكي تكون هذه حملة حقيقة يعني جدية وناجحة ومختلفة من حيث تأثيرها ونتائجها على الأرض؟ نحن متوجه يعني أنا أشكرك على تسليط الضوء على اللاعبين والأساسيين في هذا الموضوع، لأنه يعني سواء بأعضاء مجلس التشريع أو كافة مؤسسات المجتمع المدني وكل من يعني من المسؤولين اللي ساعدوا معنا سواء من وزارة الاقتصاد أو من وزارات أخرى، جهد مشترك، وطبعا جمعية المستهلك يعني في الريادة دائما. نشكر كل من قدم في هذه الحملة اللي هي يعني مجملها تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي الصعب والأسعار والغلاء الفاحش اللي وصل في السوق الفلسطيني. نحن نقول في حلين، إما أن نعالج هذا الموضوع بحكمة وعقلانية وبشكل عاجل سواء في تغيير السياسات والقوانين والأنظمة أو في تفعيلها على الأرض، يعني ممكن وزير يعقد اتفاقية بكرة تنزل أسعار، نجيب زي ما قلت أنا بترول ولا دعم او نحط سقف سعري، وفي مبادره بهذا الاتجاه يعني او نعم. بدها يعني يتركوها للناس لما يستنوا، ممكن ينفجر بكره الوضع او بعده، ممكن الناس تطلع بالالاف يعني زي ما صار في عده دول عربيه، يعني يا بدنا نحلها او بدنا ننتظر على بين ما ينفجر الوضع. لا، ما بدناش ننتظر على بين ما ينفجر الوضع. نعم. ونحن في منطقه الحريات بدنا نساعد، ونحن واخواننا في جمعيه المستهلك بدنا نساعد. نحن ما بدنا ينتظر الوضع، لانه الانتظار معناته يزداد سوء، وننتظر على بين ما يصير انفجار. نحن بدنا نساعد، نحن زي ما قلت مستعدين أن نشارك بكل قوة مع الحكومة ومع كل الجهات المسؤولة، والمجلس التشريعي عم بيشارك معنا أصلاً وهو يعني وضعه صعب خلينا نحكي. نعم. لإيجاد الحلول، ولكن الأشخاص اللي بيشتغلوا في المجلس التشريعي مثل الدكتور حسن أخي أشرف نجات وبكر، ممكن نحن أخت نجات عم بتشارك معنا والأخ حسن الخريش مشكورين وعدد من أعضاء مجلس التشريع، نحن
ممكن أن نحقق نتائج، مش عم نطلب المستحيل حتى في ظل الاحتلال. يعني مش معقول نحن نستنى، يعني ممكن الاحتلال يطول، يعني ما بديش أنا أربط حالي بأنه يا بتحرر وبسوي كل شيء أو لا، خلي يعني احتلال وكمان غلاء وكمان وضع اقتصادي تعبان، وهذا سيؤدي للهجرة يعني، أو الناس بتموت من الجوع، لأنه عدم تعزيز صمود المواطنين. الحكومة اليوم خلينا نستغل وضعها أنه كما قال سيادة الرئيس وكما قال رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء، هذه الحكومة ليست سياسية، هذه الحكومة خدمتي. إيش يعني خدمتي؟ بدها تحسن من الخدمات المقدمة من هذه الحكومة إلى الشعب، وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا المطلوب منها، بدنا نشوف نتائج. يعني اليوم وصلت يعني التوقيع على حملة صدى ما يقارب 39,000 توقيع. أنتم جمعيات حماية المستهلك، شو بتعني لكم هاي الأرقام؟ يعني وكيف ممكن نعكس هاي الأرقام مباشرة يعني بتوجه جدي للحكومة؟ نكفي ونروح عند الحكومة؟ احنا طلبنا اجتماع يعني جدي مع رئيس الوزراء ومع الجهات المعنية في هذا الموضوع من أجل إطلاعهم على هذه النتائج ومحاولة النقاش وفتح حوار جدي معهم. بكفي 39,000 توقيع ولا نكمل أكثر؟ يعني دعني أقول، يعني مبادرة ملتقى حريات وحملة صدى وكل من شارك فيها، مجرد هذه الحملة لوحدها أعتقد أنه تعليق للجرس على مستوى مجتمعي وليس على مستوى مؤسسي أو يعني أفراد. هذا لوحده هو إنجاز ومهم جدا في موضوع حساس يمس كل أفراد المجتمع الفلسطيني، وكما قلت وأقولها دوما يمس أمن واستقرار هذا المجتمع. صحيح. القضية في الواقع الفلسطيني ليست قضية يعني والله الناس تخرج في الشارع ثورة، ليس هذا الذي يخيف. الذي يخيف هو عدا يعني مقومات الصمود لهذا الشعب، هذا أهم شيء، أن يعيش هذا الشعب حياة كريمة تجعله قادر على أن يسير للأمام نحو التحرر وبناء الدولة، هذا أيضا من الأمور المهمة. الآن عملية حتى قضية الآن الوحدة ما بين يعني التي يعني يجب أن لا يكون الرجوع فيها يعني خيار بأي حال من الأحوال بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكل الوطن الفلسطيني، هذه أيضا لها انعكاسات على هذا الموضوع الذي نتحدث فيه. نعم. أن هنالك تباين في الأسعار مخيف ما بين ما هو موجود في قطاع غزة وما هو موجود في الضفة الغربية، وبالتالي هي لحظة تاريخية في وجود حكومة توافق وطني. يعني هذا يعني تقديري أنه يجب أن يكون في هناك دور جدي لحكومة توافق الوطني. كل عليها مسؤولية، ودوما أقولها والبعض يلومني، حتى المستهلك عليه مسؤولية في كثير من القرارات التأكيد. وكثير من الإجراءات، ويجب أن يرفع صوته عاليا، ويجب أن يكون مستهلك ذكي، ويجب أن يكون مستهلك واعي، ويجب أن يلفظ الثقافة الاستهلاكية التي لا تناسب شعبنا وواقعنا الفلسطيني. ولكن أقولها بكل جرأة ومسؤولية، المسؤول الأول هو الحكومة التي قبلت على نفسها أن تكون مسؤولة عن قيادة وريادة هذا الشعب في ظل هذه المحددات وهذه الظروف. نعم. مسؤولية الحكومة. يا أخي بنقلب في وزراء وبنشكل حكومات وماشيين يعني آسف وماشيين بالوحي، يعني أنا يعني في موكب هذا الوحي رايح وموكب إذا كان رئيس الوزراء عندنا الموكب تبعه أكبر من موكب أي رئيس وزراء في العالم، أنا يا سيدي بدي تعيشني زي أحسن واحد في العالم معنا كمواطن، وإلا اتنازل عن موكبك، اتنازل عن استحقاقاتك. آسف يعني ما لك كمسؤول يعني لا يقاس بالواقع الفلسطيني والمحددات الفلسطيني، وما عليك يقاس ويبرر، هذا لا يجوز. من في أي مكان إذا لم تكن مسؤولا، إذا لم تكن قادرا على القيام بواجباتك، حقيقة الواقع الفلسطيني يحتاج إلى عمل إبداعي، وهذا جماله وهذا أهميته، إبداع في 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 الإنجاز، إبداع في تخفيف الأعباء على المواطنين، هذا حقيقة يحتاج إلى وزير مسؤول، يحتاج إلى مدير عام مسؤول، يحتاج إلى رئيس قسم مسؤول، يحتاج إلى مواطن مسؤول. إذن هذا الأمر لا يجوز أن تبرر معنا لا نستطيع محددات هذه الحملة التفاف مسؤولية الحكومة بالمحافظين محافظين في سلفيت في طول كرم في الخليل ملتفين حول هذه الحملة وأول من وقع على هذه الحملة لأنهم يلامسون قضايا الشعب وبالتالي هي رسالة للسيد الرئيس يعني بشكل واضح أنه في هناك من يمثلك في المحافظ وهم قادرين على أنه يتلمسوا هم الناس وبالتالي أنا بتقديري مدام هذا الالتفاف الجدي حول هذه الحملة نأمل أن تكون هذه الحملة قادرة على إحداث يعني تغيير جدي وعلى قرار جدي وسريع من الحكومة. أعزائي المشاهدين، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نشكر ضيوفنا في الاستوديو، السيد حازم القواسمي رئيس مجلس إدارة ملتقى الحريات، والسيد محمد شاهين يعني جمعية حماية المستهلك الشريك الدائم لنا في هذه الحملة، واللقاء يتجدد فيكم في حلقة قادمة حول حملة صدى وتطورها، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنعلن نتائج جدية
وحقيقية لهذه الحملة، ونزف بشرى لأهلنا قبيل شهر رمضان بأن هناك حكومة جدية مستجيبة لهموم جماهيرها وشعبها. هذا ما نأمله وهذا ما تأمل الحملة، وشكرا جزيلا لكم.